خمس موانئ عراقية تتوزع جميعها في البصرة، تعمل بطاقات متفاوتة وتدر أرباحا طائلة، فهي ترفد خزينة الدولة بمليارات الدنانير سنويا. أما البصرة فلا تنال سوى حصتها من المنافع الاجتماعية التي تتركز على دعم بعض القطاعات كالصحة والتربية والمنظمات المدنية. الموانئ العراقية هي من الشركات التمويل الذاتي، كل مبالغها تصرف على الشركة من خلال رواتب الموظفين، من خلال المصاريف الأخرى، وما يفيض عن ذلك يذهب إلى خزينة الدولة، يعني بمعنى آخر أنها تدعم موازنة الدولة العامة بالأموال كل سنة من إيراداتها. البصرة مستفيدة من الموانئ العراقية منذ تأسيس الموانئ العراقية لحد هذه اللحظة، كل أغلب مشاريع البصرة يعني تكون داعمة لها موانئ العراق، وبالتالي هناك تواصل مع مديرية صحة البصرة بمشاريع صحية، ومع تربية البصرة مشاريع أيضا يعني على مستوى المدارس وأعمار وتهيئة المدارس في كل المجتمع المدني أيضا. ويشير متخصصون في الشأن الاقتصادي إن طبيعة النظام الإداري والمالي للبلاد يجعل من إيرادات الموانئ موارد سيادية ترفد الموازنة العامة وتسهم في التنمية الاقتصادية، كما تعود بالنفع على محافظة البصرة من خلال العمل المشترك ما بين الموانئ وبعض الشركات المحلية. أكيد بحكم النظام الإداري والمالي في العراق، الإيرادات المالية للموانئ لا تنحصر يعني فقط بالمحافظة وحدود الرقعة الجغرافية، وإنما وفقا للدستور الإيرادات السيادية هي واحدة تذهب إلى خزينة الدولة، ولكن الفوائد الاقتصادية المتأتية من هذه الموانئ أكيد تتمثل في رفد موازنة الدولة على الرغم من النسبة الضئيلة إذا ما قارنا ذلك بالإيرادات النفطية. بالإضافة إلى ذلك، الموانئ لها أثر كبير في خلق علاقات شراكة مع الشركات المحلية في مدينة البصرة، وتتحمل مدينة البصرة جزءا كبيرا من تضرر وزحام طرقاتها بسبب مرور الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من الموانئ باتجاه محافظات العراق الأخرى. الأموال التي تدرها الموانئ العراقية لا تستحصل البصرة منها إلا القليل، تنفق بنظام المنافع الاجتماعية. أثير العبادي، وان نيوز، مدينة البصرة.